اللبناني بالانتشار مهما بعد بيبقى لبناني وبياخد لبنان معه وين ما كانوا. بنعرف قد ايه الاعلام بيأثر وبيخلي الانسان دايما قريب من وطنه عبر كل يمكن الأخبار أو حتى اللغة يلي بتكون موجودة، وطبعاً الفن والغنية. اليوم نحن رح نحكي مع الإعلامية دليدا اسكندر معيكة يلي هي إعلامية بسود الغد أستراليا، وتخبرنا أكثر عن الأجواء بأستراليا. موجور صباح النور، أهلا وسهلا فيك شو هالطلة الحلوة، وصباح النور طبعاً عبر شاشة الام تي في. اهلا وسهلا فيكي. جاي من استراليا؟ جاي من استراليا، بس صار لي من اب هون، وهلا بلشنا بدنا نفل، بلشنا نبكي هلا. بس كمان دائما اللبناني كمان مطرح ما هو بيكون كمان عنده تعلق وعنده دور كثير مهم. خبرينا شوي عن صوت الغد استراليا. صوت الغد أستراليا هي صوت كل الجاليات العربية اللي بأستراليا. صوت الغد أستراليا اللي بلشت بعام 2002، واللي بلشت بعيد الميلاد، ليلة عيد الميلاد اللي كله حب وعطاء، وبالفعل هي كمان كلها حب وعطاء. بدي أول شيء حي صاحب صوت الغد، طبعا السيد توني اسحاق، هو مخرج يعني جاي من كارير عن جد عنده الاكسبيرينس اللي كتير قوية بهيدا المجال. بدي حي كل العاملين بصوت الغد، إعلاميين وإعلاميات اللي بالفعل عندهم الخبرة الحلوة. صوت الغد طبعا البيت الأول لما أي فنان أو إعلامي أو whatever بيجوا من لبنان أو الدول العربية، أول شيء بيجوا على صوت الغد، لأنه بتعرفي أنت الإعلام هو جسر عبور ما بين أستراليا وكل البلدان، وقداش في عنا جاليات بأستراليا. فصوت الغد دايما فاتحة بوابة للجميع، وبتتعامل مع الجميع سواسية. عم قلك أنه بتبثوا باللبناني، وهيدي شغلة كتير مهمة لحتى تضل اللغة موجودة. صحيح. وهيدا الشيء كتير مهم بالنسبة للمغترب لحتى يضل قريب من وطنه، وغير الأخبار، أخبار البلد وغير كل شيء عم بيصير بالبلد، وأنتوا على بينة من كثير من المواضيع رح نحكي عنها بعد شوي. بس اللغة شغلة كثير مهمة خاصة للجيل الجديد. اللغة شغلة كثير مهمة. بتعرفي شغلة، أنا هلا اختبرت شغلة مع ابني، يعني صراحة أنا بحكي أنا وجوزي على طول عربي بالبيت، وقلت كان عم يحكي شوي صغيرة عربي ابني، بس جيت لهون عن جد لقيت قديش هو عنده مخزون، عنده مخزون، وبعدين بيسأل عن كل شيء. فكتير كتير مهم البداية تكون من الأهل بعدين من المجتمع، والإعلام بيلعب دور كتير مهم. البرامج اللي موجودة على الهواء بكل الإذاعات تقريبا هي باللغة العربية، وهيدي شغلة كتير مهم لننقلها كمان للجيل اللي موجود بأستراليا. ضحكوا جد برنامجك. صحيح. على صوت الغد أستراليا، منيح الضحك بس ضروري انه ما ننسى الجد جد كمان، والعكس صحيح كمان، الضحك ضروري جدا. خبرينا شوي شو البرامج، شو الفقرات اللي بتعطيها كاتيا. انا كنت قبل دائما يعني قبل دائما ركز على البرامج الجديه سياسيا او ملفات كثير تكون ساخنه، ودائما هيك القي الضوء عليها. كل ملفاتنا ساخنه على طول بلبنان، على طول ملفات ساخنه، وخاصه بتعرفي بالاخبار الاخيره، الحرب على سوريا، العراق، الى ما هنالك يعني من امور حصلت بلبنان. قررت لما قعدت مع سيد توني وإلي مطر اللي بوجه له تحيه كثير كبيره، انه نغير شوي، نعمل تحت عنوان ضحك وجد، نضحك نحن وياهم. وقررنا انه ما نحكي بالفصحى، نحكي عادي مثلنا مثلهم باللبناني، هيك لنكون قريبين اكثر للمستمع. وبالفعل ضحك وجد باول فقره بنضحك، بعطي هيك امور عفويه بتصير يمكن بتحصل مع كل انسان، او من ذكريات برجعهم شوي على الضيعه، برجعهم شوي على المدرسه، بنضحك وبيكون في تفاعل طبعا على السوشيال ميديا، لانه عبر صفحتي الرسميه وعبر ايضا صفحه صوت الغد أستراليا. لننتقل للانترفيو يلي هي طبعا لطشة على الخفيف، بستقبل فيها كل الفيمس اللي موجودين بلبنان أو بالدول العربية، ندردش نحن وياهم عبر التليفون. يعني عبر التليفون أكيد في شغلة كتير مهمة، أنه الحلو أنه
الوقت اوقات في ناس بتوعى الصبح حتى تطلع معنا، فعن جد بدي اتشكرهم على الثقه. وفي كمان فقره اسمها اب تو ديت، كمان كل شيء عم بيصير على وسائل الاعلام، فقره الاف تي اي يلي هي على وزن الاف بي اي يلي مثل المخابرات، بدنا نضل على مواقع التواصل الاجتماعي شو عم يحصل على الفيسبوك وتويتر، هي بنطلع لايف على صفحتنا الرسميه. وخليني اقول بين هلالين، عملت مثل تحدي باستراليا وخاصه بهيدا البرنامج لاول مره، درنا يعني قلت بدي اعمل فويس عبر الواتساب، يعني كل حدث بيصير بلبنان دغري بتوجه لصاحب الحدث، وعن جد بيبعثوا لي فويسات ليحكوا اكثر عن الحدث، فهيدي مش من مكان بيقدر يعملها وبيكون عنده ثقه بالبرنامج. هيك يعني عم تاخذي الخبر من الشخص المعني دغري وعبر الفويس، يعني بيطلعوا معنا عبر الفويس. بتعرفي انت اليوم لما بدك تطلعيهم بتحبي بيطلعوا وقت كثير وانترفيو هيك، فهيدي الثقه اللي يمكن اجت من خبره تعبنا عليها بتعطي دفع معنوي اكثر لتضلك تعطي اكثر وافضل. بس كمان بيبقى الشغل يعني من استراليا على لبنان في هالمسافه البعيده، مع انه وسائل التواصل الاجتماعي صارت كثير بتقرب المسافات، بس كمان اوقات الاخبار بلكي ما توصل اكبر ما هي او لا توصل مغلوطه، كيف بتقدري يعني تكوني هيك عندك هالمصداقيه؟ بتعرفي اهم شيء يكون الواحد عنده مصداقيه، وصدقيني اوقات باخذ الخبر قبل ما ينزل بلبنان، لانه هالقد نحن بنضل نحن العشيه عندنا بيكون عندكم انتم الصبح، والصبح عندكم بيكون عشيه عندنا، سو دائما بلاحق كل شيء، وعندي اتصالاتي بزملاء هون بلبنان اللي بحكي معهم كثير بيساعدوني كثير لنجيب المعلومه الصحيحه. واهم شيء قلتي فكره كثير مهمه، المصداقيه بالاعلام هي كثير مهمه على اي وسيله اعلاميه اللي للاسف فقدناها يعني بالبعض الوسائل للاسف. لليوم نحن يعني تنكون مستعجلين نعطي الخبر، اوقات بيوصلنا خبر منه حقيقي منه صحيح او منه دقيق، هيدي شغله يعني لانه الكل كل انسان صار اعلامي هلا للاسف كمان يعني كل الناس بتعطي يعني أخبارة. حتى كمان مثل كمان اشرتي شغله كثير مهمه، كل انسان صار اعلامي وهيدا الخطا. اليوم عن جد الاعلام يعني انا اليوم ما بقول عن حالي اعلاميه، بعد بدي كثير، بعد بدي اشتغل كثير على حالي، بعد باخذ خبرات كثير من اللي سبقوني، كل يوم يمكن عندي خطا برجع بفتش، الاعلامي بده يضل يفتش على المعرفه حتى يوصل بالنهايه. المواقع في مواقع كثير، انت بتعرفي اليوم المصدر كثير مهم، او حتى نقل الخبر كمان لازم يكون طبعاً دقيق كثير. شو العلاقه مع الجاليات العربيه باستراليا ومع الجاليه اللبنانيه؟ علاقه كثير حلوه، طبعا بيصير في كثير نشاطات على الساحه الاستراليه، دائما في ترابط افكار، ترابط نشاطات، وفي مثل ما بيقولوا على اللبناني بنجي لعندكم وبتجوا لعنا، وهيدي هالحياه الحلوة اللي عايشينها بأستراليا عن جد بتخلي أو بتعمق فينا روح العائلة. يعني إذا بدك كلبنانية بقلك قديش نحن مترابطين مع بعضنا، بقلك قديش نحن كتير بتهمنا العيلة بوقت اللي بمكان آخر في تفكك للعيلة للأسف. قديك صوت الغد قادرين كمان تكونوا عم تجمعوا هالناس عم نغطي بعضهم. صحيح صوت الغد مثل ما قال الأولى بأستراليا، لأنه عن جد عم تغطي كل الأحداث اللي عم تحصل على الساحة الأسترالية، نشاطات فنية إعلامية ثقافية إلى ما هنالك، وهيدا الشيء كتير حلو. وثقة اليوم المواطن العربي واللبناني بصوت الغد بحد ذاتها كمان هيدا عامل كتير مهم. لأنه كمان الصحافة المكتوبة عم تشتغل فيها أكيد. كنت طبعا نحن بنكتب بالتليغراف المؤسسة الإعلامية للشرق الأوسط، بدي أتشكر رجل أعمال سيد ولي وهبي المدير العام المؤسسة رمي وهبي، مجلة النجوم هي الطفلة المدللة إذا بدك، المجلة الورقية اللي عم نشوف اليوم قديش عم بيسكروا، لا نحن بعدنا محافظين على الصحيفة تليغراف، على مجلة النجوم اللي أنا مسؤولة عن القسم الإنجليزي فيها، فكمان هيدا شيء كتير حلو. حتى إذا بتشوفي اليوم اللبناني بينطر الجريدة ليشتري الجريدة ليقرأ شو في أخبار، فهيدا شيء كتير حلو كيف فقدناه هون شوي بلبنان للأسف.
داليدا اسكندر معك، اهلا وسهلا فيك الاعلاميه بصوت الغد استراليا، وتحيه عبرك لكل الجاليه اللبنانيه والعربيه باستراليا. بس قبل بدي اتشكر الام تي في على هالاستضافه، وبدي اتشكر كمان جوزافين حبقه اللي عملت لي هاللوك، بدي اتشكر كثير، بدي اتشكر دائما لبنان اللي فاتح ابوابه لجميع المهاجرين ولجميع اللبنانيين بكافه انحاء العالم. شكرا شكرا لك، وقفي هلا بنرجع نتابع لايف.